طب يعني هنا هنا برضو يا كابتن عصام لما يطلع يعني مستفز للرأي العام كلامه ويقول لك انا، وده برضو يعني مش عارفه دي يعني مشكلته ولا مشكله اللي وقع العقد معاه او كتب العقد معاه، ان انا جاي بس على المونديال ماليش علاقه بالامم الافريقيه ولا بكاس العرب والكلام ده، ويمكن اتفهم من كلامه ان دول انا بجرب فيهم صح؟ بجرب عشان المونديال، لكن احنا الشعب المصري ما بنقبلش ده، وبالنسبه لنا كاس الامم الافريقيه دي حاجه مسلم بيها تاريخيه. لان مصر هانت مع المسؤول اللي عمل معاه العقد ده. ازاي انت كاسم مصر الكبير دوت ووضعها كمان الكبير جدا في المنطقه الافريقيه كلها وكل الناس عارفه قيمه مصر، وازاي تقول ان ده الراجل ده جاي مش عارف قيمه مصر؟ على فكره لما يقول ان انا هلعب بطوله عربيه او هلعب امم افريقيا اللي احنا متسيدينها واقول محدش يحاسبني بس فيها، تحاسبوني بس على تصفيات كاس العالم ان انا بس. هل ده موجود يا كابتن عصام في العقد ما هو ده موجود؟ ده لو موجود دي ما بالظبط كده، ما كانش موجود يا ما كابتن كانش صرح ياسر، بالظبط ما كده. كانش هو صرح، وكان اتحاد الكره رد او اللجنه اللي عملت معاه كان حد رد، ما لا حدش فتح على فكره ممكن تتقال شفوي وما تتكتبش في العقد، في شرط جزائي موجود. أيوة. ماشي ماشي، بس هل حد رد بس وصحح الكلام ده او قال له ما ينفعش حد بتقوله؟ علشان اي حد هيرضى هيقول لك انا كنت، على فكره هو طبيعي اللي هيطلع ده كلام بقى شفوي، ما تطلبش منه واحد اتنين تلاته يقول له ما فيش مشكله. طب في شرط جزائي على فكره يا كابتن صن دوت، انما معلش يا كابتن ياسر انا ما فهمش في الكلام ده، بس هو ينفع في العقد يتكتب كده؟ ما انا قلت لكم ما يعني اصل انت جاي منتخب وكوره وماتشات، بس في تقول شرط لي جزائي؟ الماتش ده او لا البطوله لا دي والبطوله دي لا، بص انا انا مش معاك، بتكلم على بص شرط الجزائي، ان انا اقول فاهم. لك انت مهمتك كذا. لا انا بقول لحضرتك على فكره مستر كروش، انا بالكلام اللي موجود على المواقع واللي احنا وصل لنا، هو معاك لاخر ماتش اللي هو الفاينل بتاع كاس العالم كويس؟ هو معاك، عايزه تمشيها قبل كده هياخد منك شرط الجزاء، ملوش دعوه، مش مكتوب بقى اللي هو يحصل على بطوله او يحصل على هو حاجه. كسبان كسبان من ناحيتين بالظبط كده، انت عايزه تمشيه هو كسبان، هتخليه هو موجود ووصل نهائي هو كسبان برضه، هيبقى على اسمه ووصل مصر كاس العالم، دي بالنسبه له خد بس. بس هو احنا بقى محتاجين من المجلس الحالي المنتخب، اتفضل يا كابتن، ان عمليه التواصل قنوات الاتصال القويه مع الجهاز الفني والمدير الفني عشان اسم مصر والاداء وكل الملاحظ اللي موجوده في سوء الاداء والروح والحماس والحاجات دي، اللي هي جزء بيتحمله الجهاز الفني وجزء اكبر كمان بيتحمله اللعيبه جوه الملعب. دي نقطه مهمه جدا على فكره، خارج الخطوط في مشاكل وعلى فكره دي بتنعكس جوه الملعب. يعني لما تشعري ان في اداء سيء وفي لعيبه مش في مستواها العالي رغم انها نجوم كبيره جدا وفي تفكك في الخطوط ومفيش عمليه تنظيم ومفيش روح مفيش حماس مفيش جديه، يبقى في مشاكل خارج الملعب. يبقى في لعيبه ممكن تكون مثلا مخنوقه او قرفانه مثلا من فكر الراجل او اسلوب الراجل في عمليه التوظيف او التشكيل. في ناس مش لاقيه دورها او حاسه انها مخنوقه، ممكن يكون الراجل بيحبس لعيبه في الاداء او في الشكل. في لعيبه كويسه قوي ممكن ما بتشاركش، يعني ما بتشاركش ممكن من البدايه، يعني مثلا واحد زي زيزو ممكن لو انا في حالته وفورمته العاليه دي ممكن ابدا بيه لان عنده النشاط وعنده الحيويه وممكن يعمل لي فرق في الملعب بشكل كبير جدا. شريف نفس الشيء، رمضان صبحي، اسماء كتيره جدا قصاد مثلا على سبيل المثال هتلاقي تريزيجيه، عمر مرموش، عبد الله السعيد، ممكن زيزو يركب الثلاثه دولت افضل وينقلني نقله كويسه قوي في النواحي الهجوميه، وزيزو لما بينزل الملعب بيعمل شغل كويس قوي، لكن الثلاثه اللي انا ذكرتهم دولت مش هم دول اللي عاملين فرق معايا بشكل كبير جدا. يعني مع ممكن زيزو مع مصطفى محمد ومع محمد صلاح تشعري ان في حاجه اللي ذكرتهم دول يتالقوا في ماتش واللي بعده ما فيش، ما هو مش موجود اللي هي بتبقى مش عارفه دي. طيب فنجاته فين؟ ما هو فينجا ده بيقول كالاتي، بيقول مستر كروش على فكره انت جاي تحاسبني انا بقى انا بترجم له انا لا انا بقول له بيقول لي لا احنا بنسال بعض والله بنحاسب ايه؟